بس من تذكر أخوها حسين الله وانحال 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 آياه تحزمت بعبات حزام اي ترى مثل باكر مثل باكر زينب الطب على يزيد الله اكبر وانحال 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 اتحزمت بعبات حزام وانحال 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 ادور والجسم تعبان نحيل ادور والجسم تعبان ونحيل وانحال وانحال تقول عمت عيني سمعت حسين وانحيل عمت عمايت عيني سمعت حسين وانحيل وانحال وانحال عرفت صوته وطحت فوق الوطي يا عرفت صوته وطحت فوق يا الوطي هذا البيت بعد واخذك الى مصيبه ثانيه وارجعك النوب المصيبه ثالثه حضر حوائجك الليله كانها زينب بتقول كانها تشكي كانها تسولف وتريد الشيعه يسمعون والناس يسمعون ويفهمون تقول احنا الما يمر الهضم بينا هاي خلصت عمرها قويه بس هالموقف السوى بها احنا الما يمر الهضم بينا بينا ولا يوم نسمع صوت الحكينا لا يوم نسمع صوت الحكينا تال الدهر نستر بديل تحط ايدها على وجهها واويلاه آه يا زينب احنا الما يمر الضيم بينا بينا ولا لا يوم نسمع صوت الحكينا تال الدهر نستر بدينا بدينا وامنا الزهراء يا وحيدر ابونا يا الله يا الله يا امنا الزهراء وحدا يا ربنا بيت احط عندك واكمل لك المصيبه ذيك اللي بدينا بيها مو خوش حداي اسمع صار بزينب شنو مدري مدري شنه صار بيها البارحة هاي أول مرة زينب طايحة إش قد مرت عليها مصايب إش قد مر عليها ضيم إش قد مر عليها قهوار مدري شنه صار بيها البارحة البارحة هاي أول مرة زينب طايح بس هالبيت هذا حتى أخذك للمصيبة ونقرأ قصيدة لزينب سلام الله عليه هاي أول مرة زينب بالعبي أول مرة دايخة بالعباية عمرها كلها ما محتارة بالعباية هاي أول مرة زينب بالعبي تضمضم النسوان علا تنسبي هاي أول مرة حاديها أجنبي هاي أثقل شي عليها هاي أول مرة حاديها
أجنبي بوسط الميدان تسمع يا تسمع يا نايحة، افتح لي قلبك اطلب حوايجك. أوف مخوش حداي مخوش حداي. الأبيات لابننا وحبيبنا وأخونا محمد الأعاجيبي الله يوفقه. اسمع شي يقول لأهله، شي يقول عن أهله. مو خوش حداي مو خوش حداي، ترى حاد الظعن مو خوش حداي. ليش ليش مو خوش حداي؟ على كيفك الليلة، على كيفك تقول زينب متقابح وياي متقابح وياي، ترى طول الدرب متقابح وياي. هذا هذا والله طلبنا به حاجتين وانقضن هذني، طلبنا به حاجتين قبل كم يوم وانقضن. كل ما ريدت ماي كل ما ردت ما يجر الحبل حيل، كل ما ردت ما يمكن النسوان إذا سمع عن هذا البيت راح ينهضمن. يمكن المرأة أم العفاف أم الحياء تقدر هذا الكلام. كلش ثجيلة كلش ثجيلة كلش ثجيلة، ترى طرت الزلم كلش ثجيل. شلون زينب طرت الزلم؟ شلون زينب طرت هاي المزابة؟ اي والله كلش ثجيلة كلش ثجيلة، طرت الزليم كلش ثجيلة. عدك بعد حكي ام المصايب عدك تقولي اسمعوا اسمعوا. ما بينا حيلة يا نواس ما بينا حيلة، درب السبي ما بينا حيلة، ودونا وين ما كان إلا هذا الدروب، حطونا بأي مكان إلا هذا الدروب. وين مشوها؟ اكو درب مشوها بيه، يقولون الرواتب هذا الدرب ذبوا عليهم احجار، ذبوا عليهم ميحار، شتموهم هيك منكم ومن اهلكم واحجار. فش تقول زينب؟ ما بي محنة ما بي محنة، هذا السلف ما بي محنة. زين الزلم هيك الزلم ما بيهم خير واتبعوا ويزيد، ما بي اي محنة هذا السلف ما بي محنة. الله يساعد زينب. زين هاي الناس كلها عليك الزلم، شاو النسوان تقول ما عاوننا ما عاوننا نسوانهم ما عاوننا. أنا باكر أكمل لك لأن حتى ما عندي روح بعد أقرأ والحسين.
اي والله ما اقدر اقرا بعد، اقرا لك هذا البيت واكمل لك يا باكر. كان زينب هواي مهضومه، ليش؟ تشوف هذا الشايل الرمح شو تشوفه؟ تقول كلهم يضحكون جوا الرمح، كلهم يضحكون. شيل ايدك يوم ما تشيل ايدك شويه، تشيل ايدك وياي لو ما تشيل. يلا يلا بس اريد منك ونه انه بقرا لك القصيده. هي زينب وينها وين السبي؟ يلا ابويا ايدك شيلها ساعدني. هي زينب آه وينها وين آه فوق هذا الضيم حاد الأجنبي، فوق هذا الضيم حاد. أريد ونا أريد ونا شلون تمشي على الهزل اخت عباس الجفي، شلون تمشي على الهزل اخت عباس الجفي؟ صيح وياي آية زينب. ترى صوتك يوصل لكل الناس، صوتك ارفع يدك. هي زينب وينها وين السبي؟ هي زينب وينها وين السبي؟ هي زينب وينها وين السبي؟ وفوق هذا